لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. اهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات سحرية مع مايا. النهاردة الوصفة بتاعتي حصري وجميلة جدا جدا جدا، مهمة لجميع السيدات المتزوجات وخاصة طبعا المتزوجات. قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا معانا طبعا هنا كيس فوار، طبعا هو اساس الوصفة معانا النهاردة. كيس الفوار العادي اللي هو الفواكه اللي بنستخدمه بنستخدمه في كمهضم، يعني كمساعد للهضم، وكمان بنستخدمه لعلاج الانتفاخات بعد كل وجبة. طبعا انتم متعرفوش ان الفوار ده بجد ليه سحر وفعالية رهيبة جدا جدا للتفتيح، بيفتح وبيفور الاماكن الحساسة من جميع الاسمرار، حتى لو اسمرار سنين الفوار ده بيفتح الاماكن الحساسة بطريقة رهيبة جدا جدا وبطريقة سريعة جدا جدا. بيشيل كمان الحبوب اللي ناتجة عن ازالة الشعر بالسويت او بالشفرات، بيعمل على ازالة الاسمرار من العانة نهائيا من اول استخدام. هتلاحظي فرق كبير جدا جدا لا يوصف يعني، وكمان هتقدري كمان تستخدميه لتحت الابط او ما بين الفخذين، اي مكان فيه اسمرار شديد جدا عندك. الفوار، الكيس الفوار ده الرخيص خالص اللي احنا بنستخدمه كمهضم، هيشيل الاسمرار نهائيا من الاماكن الحساسة وخاصة العانة، وهيعطر لك العانة وهيخليها ناعمة وفاتحة ولونها وردي وريحتها جميلة جدا جدا، وكمان بيساعد على ازالة البكتيريا من الاماكن الحساسة. نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا. معانا هنا طبق، هنجيب كيس الفوار يا حبايبي وهنفضي كيس الفوار في الطبق كيس كامل. طب انت لو ما عندكيش فوار فواكه ممكن تجيبي فوار راني، اي فوار بتستخدميه كمهضم يعني هتقدري ايه تتحكمي او تستخدميه. الفوار في طبق، هنجيب طبق تاني ومعانا هنا النشا او الكورن فلاور اللي هو بيستخدم في الطبخ يا حبايبي. هنجيب منه، هناخد منه معلقة نشا الذرة العادي وهنحطه في الطبق التاني زي ما انتم شايفين كده. نقلنا اللي حطينا معلقة من النشا في طبق تاني اهو. هنعمل ايه حبايبي؟ نحط عليها الفوار بتاعنا، كيس الفوار على النشا، وهننزل عليهم بمعلقتين صغيرين من ماء الورد. طبعا ماء الورد غني عن التعريف للتفتيح وكمان للتعطير، بيعمل على تعطير وتفتيح ونعومة الأماكن الحساسة. هنحط واحد، حطينا يا حبايبي، هنقلبه مع بعض كويس. قبل ما اقول لكم بقى هنستخدمها ازاي، هنقلبهم مع بعض كويس جدا كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هفكركم استخدمنا ايه. معلقتين من ماء الورد على كيس من الفوار، فوار اي نوع فوار فواكه عندك، اي نوع فوار حتى لو راني. ومعايا هنا جبنا معلقة من النشا، خدنا معلقة من النشا وحطينا المكونات مع بعض وقلبناهم لحد ما الفوران بتاع الفوار راح خالص زي ما انت شايفة كده. شايفين الكمية قليلة بس ليها مفعول رهيب جدا. هناخد منها كده وعلى العانة او المناطق الحساسة اذا كان تحت الابط، في العانة خاصة هتاخدي كده وهتدهني، هتفضلي تدعكي كده 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 لمدة دقيقتين او ثلاثة.
طبعا عايزه تسيبيها، على قد ما تسيبيها تسيبيها، هي فعاله وملهاش اي اضرار وجميله جدا 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 جدا. هتسيبيها 10 دقايق 5 دقايق، على قد ما تسيبيها سيبيها، بعدين هتغسليها بالميه. من اول مره هتلاحظي تفتيح رهيب جدا جدا جدا، ونعومه، وازاله اذا كان في حبوب، اسمرار هيتشال نهائي، تعطير، نعومه. ان شاء الله باذن الله الوصفه تجيب معاكم نتيجه هايله. واشوفكم على خير يا حبايبي، ما تنسونيش في اللايك. هتستخدميها كل قد ايه؟ مره واحده بس في الاسبوع او مرتين، وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه هايله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما تنسوش اللايك.